السلام عليكم، انا تيمة في هذه المؤسسه وسمعنا في الاخبار بلي اليوم غادي يكون اول تلقيح نتاع الاعمار بين 12 عام و 17 سنه، وجيت انا وبابا اليوم باش ندير اول تلقيح نتاع كورونا، وكنتمنى هاد كورونا تدوز ونرجعوا للحياه الطبيعيه نتاعنا. شكرا. دازت مبادرة زوينة بزاف، وكنشجع جميع التلاميذ أنهم يجيو ينخرطوا في هذه المبادرة لأنها مبادرة طيبة وفي صالح الجميع، خصوصا أننا مقبلين على موسم دراسي جديد. وخا يعني تلقحنا خصنا نحترموا تدابير الاحترازية ديال كوفيد 19، وإن شاء الله نرجعوا للحياة ديالنا العادية. السلام عليكم، معكم الدكتور عكي، طبيب رئيسي المركز الصحي الحضري الحاج بواحد. الحمد لله بعد عملية تلقيح اللي بدات في شهر واحد، والحمد لله استفدت منها مجموعة من المواطنين. الآن وصلنا للفئة ما بين عمرية ما بين 12 و 17 سنة. الحمد لله كدوز الأمور في أحسن الظروف، التنظيم كان الحمد لله، كاين واحد ما كاين لا تخوف لا والو، كاين أولياء التلاميذ اللي مرافقين التلاميذ وليداتهم، الأمور كدوز مزيان. كنشكروا السلطات وكنشكروا نيابة التعليم اللي مسهلة لنا العمل، وكنشكروا الأطر الصحية.